الله أعزائنا المشاهدين، عيشوا معنا معنا رمضان في سوالف رمضان وحلقة جديدة وضيوف مميزين، خلينا نتعرف عليهم في هذا التقرير. ولما تعدي الحلوة تلخبط ليه أنا في الكلام بالراحة شوية 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 علينا الشيخ. تركم كيف تهدم؟ كيف الحلف بالمية وشوية؟ عزازي وحمد الثنائي الكوميدي الأكثر شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي. بخفة دمهم وعفويتهم ادخلوا قلوب متابعينهم وزادت شعبيتهم. خلنا سيركم 15000. او يا شيك بودي عزازي مو بس خفيف دم الا ما يحب احد يشاركه بالاكل. شوف شوف اعطيني النجمه من عندك من لنا كرن ديك العافيه. واو باستا. نرحب بضيوف سوالف اليوم عزازي وحمد. إذن ضيوفنا اليوم حمد وعزازي، هلا وسهلا بكم، منورين الرياض وسوالف رمضان. الله يسعدكم وتشرفنا فيكم في هذا اللقاء صراحة. ومن هذا المنبر حابين نقول أي سؤال صعب ترى بنحط رجلنا. لا لا فين تحط مباشر مباشر. أكثر شيء عجبني كشخة العيد وتوب العيد وشماغ العيد وجالس مترسم وعريس. أيوة الله حركات. الله يسعدكم يا رب. إحنا سعيدين جدا صراحة في هذا اللقاء، مبسوطين إن إحنا نكون في برنامج سواليف رمضان، متحمسين إن إحنا جينا صراحة للأمانة. جايين عشاننا ولا عشان اعلانات؟ للامانه جايين عشان كله، يعني عشان اعلانات وعشان اثنين في واحد، خلينا نكون مستريحين يعني. ولا وللامانه حتى التيم ما شاء الله اللي شغال خلف الكواليس مره شكرا صراحه، يعني شكرا انبسطنا صراحه. فيعطيكم الف عافيه صراحه. احنا اللي مبسوطين بتواجدكم حمد، بس يعني السؤال اللي دائما ينطرح، انتم شلون التميتوا على بعض؟ حمد الرشيدي وعزازي موسى، شلون التقيتوا؟ صراحه ترى صدفه. وبنفس الوقت انا دائما ما اقول صدفه، اقول رزق من الله سبحان الله. اي اكيد. لانه ترى يعني عزازي، انا وعزازي يعني باب بيتي في وجه باب بيت عزازي يعني. انتم جيران اصلا؟ اي جيران مره جيران مره. زمان يعني؟ اي من زمان مره. أوكي. جيران. اوكي. فيعني رزق من الله سبحان الله. يعني انا وعزازي صراحه يعني شو اقول لكم، يعني الحمد لله يعني شيء تورط. لا مره انا قصدي خليني احول على عزازي يا جد. ما انك انت يعني تورط عزازي. شلون التقيت بحمد وشلون بديتوا تصورون يعني وش ذا اللي وبعدين فارق السن يعني فارق السن كم بينكم والطول والحجم وكل شيء فاول شيء كيف التقيتوا اول شيء وثاني شيء كم بينكم بالسن كم بين الفرق تقريبا حدود انا 30 سنه عزازي عمره 12 سنه فرق 20 سنه اي اوكي طب عزازي يلا علمنا شلون التقيت كيف تعرفت علي اتعرفت عليك كسرت قزاز السياره اوه عشان مخبيها انا بحاول اخبيها من اول بس انتم ورطتونا خلاص شلون ليش طيب؟ يا ملبق عند بيتنا ارفع صوتك جاي ملبق عند بيتنا ايوه ملبق عند بيتكم زعلت ايه وش صار؟ طلعت السطح اوف سقف حصار طيب اقول لك ايش السبب؟ اقول لك ايش السبب؟ وش السبب؟ شوف انا اقول لك احنا عندنا يعني في الحواير يعني في العشوائيه الحواير دائما عندنا انه ما ينفع توقف قدام باب بيتنا ممنوع فعزازي اصلا كان عمره وقتها 4 سنوات كان مره صغير فانا كنت وقتها توي طالع من الدوام كنت شغال في مستشفى فطالع من الدوام وقفت السياره عند البيت خلاص بروح انام فجاه القى قزاز سيارتي مكسور يا مجرم ايوه اقول لك شيء يضحك بعدك اقول لك شيء يضحك يعني العصر قابلته عند السياره مثلا قلت له سالته سؤال قلت له من كسر قزاز قال يلا يلا سري سري ما هو انا يلا حرك من هنا ايش يعني سري؟ يعني سريع يعني امشي امشي يا معاه ريم تعرفنا ريم ريم عندنا لا لا احتاج متجدد سريع عندنا يعني امشي من هنا اوكي
فسالته من كسر قزاز؟ قال مو انا. قلت طب لو قلت لي من كسر قزاز بعطيك 200 ريال؟ قال انا. قلت تعال. شلته وديته لابوه. فشلته وديته لابوه. قلت له انت بيع لي نفسك قزاز عادي. فاعترف بعدها. فالحمد لله يعني بعدها يعني انا اشوف هذه حبيت مصداقيته. لا مو مصداقيته، احس هذه سبحان الله رزق من الله. يعني بعدها كنت اصور عفويه قاعد اصور واضحك قاعد اصور معاه في السناب توه طالع قاعد اقول له ها مين كسر؟ قاعدين نمزح، ما كان عندي رقم نهائيا في السناب. مين كسر قزاز؟ يلا مو انا وما ادري. ف يعني نمت وصحيت فاجأت برقم مره كبير يتابعني. الناس حبوكم مع بعض مره. فالحمد لله فعرضت الفكره على ابو عزازي صراحه. يعني ابو عزازي على الوالد. اي على الوالد. ايش رايك الفكره حلوه وجميله ان احنا نكمل وفيها رزق لي وله ونتوكل على الله؟ فقال لي ابد توكل على الله. سلام حمد. لا بس انت كنت سمح. الحمد لله. يعني انت كنت سمح في رده فعلك مع عزازي، غيرك لا يعصب والابو ويسويها سالفه. انت استغلت الموقف لشيء لصالحك، كنت ذكي في التعامل. الحمد لله. هل انت تحب الاطفال لذلك انت تعاملت معاه بالطريقة؟ انا صراحه ترى احب الاطفال جد والله مره احب الاطفال يعني مره بشكل ما تصور. يعني من انا من 3 سنوات الى 5 6 سنوات هذول اموت فيهم صراحه. فهذا كان 4 سنوات بس يعني كذا معصب على طول فكان يضحكني صراحه. طب ايش الاندماج اللي بينك وبين عزازي؟ سبحان الله اقول لك شيء تنصدمين والله. حاليا يعني انا يعني حتى قاعد افكر اقول انا لازم اشوف لي حل. احس انه خلاص اعوذ بالله ما نقدر نبعد عن بعض والله بجد. يعني حتى لا هو ولا انا تخيلوا. يعني ما شاء الله تبارك الله. الله يدوم عليكم الله هذه المحبه الله. وهذه الصداقه الجميله جدا. انتم فين ساكنين؟ اسم الحي تلعة الهبوب. تلعة. قلت لكم ابحثوا عن معنى هذا الاسم. ليش سموها التلعة؟ هو بحثت عن التلعة. ايش طلعت معناها؟ لا تورطني لا تورطني. قلت لك ابعث ابحث قبل الهوى. حاسألك اسم الحي حقكم ما تعرفوا معناه اسم تاريخي. اتوقع حنستفيد من المعلومه اللي انت قلتيها. ليها منها حاجه تاريخيه. اي حارتي برضه يستفيدون منها. ايش المعلومه؟ عزازي انت مبسوط معانا؟ انا سوري بقول لك عزازي 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 مبسوط معانا؟ انا بس بدي اسالك كمان على الشهره. كل الناس ما شاء الله صاروا يعرفوك صح؟ في المدينه وبرة المدينه وفي كل مكان. اليوم انت عشانك صرت مشهور كذا بالمره، ايش الاشياء الحلوه اللي تسويها عشان اللي في سنك يقتدوا بيك؟ يعني ايش الاشياء اللي تسويها؟ لانهم هم بيقلدوك في كل شيء. تورطت؟ اتورطت يعني. لا يعني ايش تحب تسوي يعني؟ يعني عشان الناس اللي في سنك يعني يشوفوك قدوه حسنه يعني، ايش تسوي؟ انت قاعد ترجم حمد. انا لازم اترجم. والله قاعدين نتكلم عربي. انا عارف والله يا مها اقول لك شيء والله هو يستحي. لا لا انا اتوقع المشكله في الترسيمه. عزازي عادي ترى خذ راحتك. كيف خذ راحتك؟ شيل الشماغ حطه على ترى مره. تشيل الشماغ؟ لحظه خلونا نطلع فاصل. يلا فاصل واحنا بالفاصل نفك لك الشماغ وتريح وتتقهوى وتشرب شاي وقهوه ونرجع لك. ايش رايك؟ خلاص؟ مشاهدينا نطلع فاصل قصير ونرجع لك. ورجعنا لكم مشاهدينا وابشركم اقنعنا يفسخ شماغه ويقعد كذا يروق بس مو براضي يتقهوى. يقول محتر حر. شغلنا لك المكيف. هو مو حر انا عارف ليش. ها. هو مستحي. اوكي. بس لازم تفك. عزازي ليش مستحي؟ ما شاء الله يعني لا قوة إلا بالله واصل العالمية وصورك في كل مكان. كيف شعورك وانت تحس بهذا الإحساس وتشوف صورك في كل مكان؟ متحمس جدا. أتحمس. تتحمس؟ صوتك. طيب ليش الناس حبوك؟ مستحي. كوميدي. أنت كوميدي؟ كوميدي بفطرة. الحين أنت ساكت. ها؟ ليش ساكت طب معانا؟ ليش ساكت؟ ها؟ ليش في؟ انت انتبه لا تتكبل. طيب يقولوا انك صرت من اصحاب الملايين، كم تقدر ثروتك الاستاذ عزازي؟ دين عندي في البقاله هناك. عندك بقاله في الدين؟ دين يطلبك درع بقى؟ ايه. ليه كل هذه الاعلانات؟ ما شاء الله وفي دين. تضحك على مين انت؟ ايه ما بيعترف. صح تخاف من العين؟ تخاف يحسدوك؟ طبعا اكيد شيء هذا اكيد اكيد. والله مستحيك اكيد. يا تستمع انا اقول كم ثروته؟ كم ثروته؟ والله لا قول. انت قول كم ثروته وانت قول كم ثروته. يلا عزازي عنده 20 ريال وانا عندي كم؟ 10 ريال. ريال يعني ما شاء الله بعد 9 سنوات على السناب شات هذا اللي قدرنا عليه ربنا الحمد لله. يا صح ولا لا؟ صح. عجب الموضوع فيها 10 ريال وريال. ينبسط. عجب وخلاص انبسط قال صح. هذه الكلمة الوحيدة اللي أنا سمعتها منك تدري؟ وش سيارتك عزازي؟ سيارتك؟ سيارتك كورد. ها؟
وسيارتك؟ أكورد. أكورد؟ لسه ما حد سيارة. وشلونها؟ أنا لسه حقت أبوي. حقت أبوي. طيب خلينا شوي نتكلم عن الأغنية. عندكم أغنية؟ متجهزون الأغنية؟ دي والله صح. صدق؟ أيوة. من اللي بيغني؟ هي مو أغنية. ها. هو شيء ستاند يعني شيء كوميدي بس بنفس الوقت مدخلين فيه زي الأغنية الكوميدية. أوكي. باللهجة المصرية أول مرة أغني للمصري. حلو. لأنه عندنا ما شاء الله قاعدة كبيرة من الجمهور المصري. إيه. فحبينا يعني إن نسوي شيء كذا باللهجة المصرية كوميدية يعني. شغالين عليها الحين. إيه شغالين عليها إن شاء الله. طيب كلمات مين؟ من اللي بغني؟ يعني أنا يعني مع احترامي ما أدري أحس أصواتكم. لا وين؟ أنت حلو أصواتنا. قول والله. غني لهم. سمعنا طيب. أقنعنا يلا. يلا انت يلا بعدين انا ايش دخلني انت اول انت اول واحد انا لازم مايك يلا انا لازم مايك لا اللي اسمعونا مع بعض من غير وانت واحنا نساعد لسه ما خلصنا الاغنيه وكاتبينها لسه اي اغنيه سمعنا اي اغنيه تحبها مو بشرط اغنيتكم ما يبدا معاكي ما غني ترد سمعهم شويه ترد ترى مره حقيقي لسه يعني لسه ان شاء الله لسه قاعدين تجهزوا وفيها فيديو كليب ولا بس فيها فيديو كليب ومره كوميدي وضحك يعني شيء مره يعني ضحك حلو يعني شيء ان شاء الله قريب ان شاء الله بعد. على العيد نسمعها لا مو مع العيد هذا عجلوا علينا نبي اغنيه العيد عزازي نسوي اغنيه راب وعزازي كذا ها يلا قولوا لي اسالكم عرضت عليكم ادوار تمثيل صراحه كثير والله مع عزازي لاني انا اقول لك شيء تنصدمين انا ما احب السوشيال ميديا تسع سنوات وما تحب السوشيال ميديا فيها رزق نعمة من الله الحمد طب هو لله خلاص. طب أقول لك شيء طب حتى التمثيل هي رزق حلو يعني. حلو لكن أنا ما أحب الكاميرا صراحة ما أحب أطلع أستحي حتى لو تلاحظين في سنابي ما أطلع أنا في سنابي ما أطلع ترى حقيقي دائما نسوي سيناريو كذا مسرح ونتكلم أنا وعزازي والعيال وضحك وللجمهور اللي يحبنا للأمانة فالجمهور له فضل علينا كبير ما شاء الله فدائما أنا أستحي أقول لي أخي لازم أكمل عشان الناس اللي تحبنا ومن جد يعني هذا شيء مرة حلو لكن أنا أطلع تمثيل لا عزازي جت له أدوار كثيرة وسوى اختبار على فكرة يعني إنه يروح يمثل وكذا في بلد ما فما طول عطول ضارب مع المخرج والله باوني مكمل سلام عليكم كسر قزاز سيارتك ما تبي لا يتعب مع المخرج لا يتعب انه عيد انت تعرف التمثيل ترى مره متعب عيد فالناس الحمد لله احس انه تعودوا علينا انه فيديو كوميدي مضحك فشيء خفيف احنا راضين يعني الحمد لله مقتنعين في اللي احنا فيه الحمد لله طيب انت يا عزازي انت حبيت التمثيل حابب انك تكمل في التمثيل في كده نظام وفي قواعد وتسمع كلام المخرج وتجي البروفات وتمثل صح ولا هذا الشيء ما حتقدر عليه؟ ما أقدر ما ودك؟ تعبني طيب أنت إيش نفسك تصير لما تكبر؟ عسكري عسكري؟ إيوه. ليش عسكري تحديدا؟ ليش دائما تتكلم في ذا الموضوع تقول أنا لما أكبر أبغى لازم أكون عسكري؟ إيه ترى هو من جد عنده شغف نفسه يصير عسكري ليش ليش؟ ليش تحب هذا الشيء؟ ايش مستحي تكلم قول الظاهر يحب الأسلحة ها؟ الظاهر يحب الأسلحة والأجواء هذه والأشياء صح؟ لا أنا أقول لك ليش لأنه خاله أصلاً عسكري ما شاء الله وأبوه برضو عسكري متقاعد ما شاء الله ما شاء الله فعنده هذا الحس إنه موجود في العائلة يعرف يدق تحية على فكرة ورينا يعني يعرف يدق دقة ما أنا دقها يلا قوم بسم الله الرحمن كفو يلا طاح الكلمة الكلمة عادي 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 ما شاء الله الله اسطورة يا رجل والله كفو لا انت 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 بس باقي يعني تطول شوي امورك زينة اما انت جاهز انت عسكري جاهز ما يحتاج ان شاء الله طيب الحين دقيقة بس يعني عشان نعرف انتوا هو سناب واحد ولا سنابين؟ سناب واحد ومن من اللي دائما يكون مع السناب؟ انا انت؟ اي على طول ليش مو بعزازي؟ بعض الحين عزازي صراحة اي صحراء يعني اذا كنت تعبان لا سمح الله مريض او شيء زي كذا يمسك عزازي اي بس حالاتنا في السناب انه احنا نصور مع بعض تيم اي يعني لا انا انفع لحالي انا شوف انا قبل اربع سنوات خمس سنوات كان معي لقاء تلفزيوني وكنت اقول هذا الكلام اي كنت اقول انا وعزازي مكملين لبعض الحمد لله والناس حبونا على هذا الشيء فصعب اني انا يعني تصور اخذ الطريق الحالي وعزاز ياخذ الطريق الحالي خلاص سبحان الله كانه في يعني توم وجيري اي يا سلام الحقيقه مسمينه توم وجيري حقيقي فالناس تعودوا يعني خلاص فحس صعبه شوي ان احد يكون مع سناب لان لا انا ولا عزازي يعرف الحاله يعني ما تفتح سناب الا اذا عزازي موجود ما تفتح الحاله لا انا وعزازي بعض الحين معي اصحابي نصور نطقطق زي ما تعرف ترى يعني السناب مره متعب
طبعًا. الناس تحس انه جدا صح. سهل انه صور خلاص، لكن هو ترى مره متعب متعب صح. المحتوى إيه. المحتوى وغير وغير, وغير المحتوى انت يعني حتى وانت تصور تحترم الناس اللي تتابعك، يعني مو اي شيء انا اصوره وطق طق، لا في حاجات احنا انا وعزازي ملتزمين فيها الحمد لله لحد الان، وهذا الشيء اللي منجحنا عارفه، لانه الناس اللي تتابعنا تبغى تشوف شيء نحترم فيه عاداتنا وتقاليدنا الحمد لله طبعًا. ما نطلع يعني عارفه يعني زي ما قلت في فئه اطفال تتابعكم كثيره فتعتبرون قدوه الاطفال والرجال الكبار، يعني احنا قبل فتره احنا تو احنا جايين في المطار رجال كبير في العمر معاه اطفاله بيموت قاعد يضحك معانا احبكم واموت فيكم تكفون كلكم زي كذا، هذا يعطينا مسؤوليه اكثر انه لا احنا خلاص محتوانا لازم نشد فيه شويه وانتم تستاهلون يعني والواحد وانا دائما اقول الشهره او القاعده الجماهيريه هذه مسؤوليه على عاتق من يحملها، ولازم دائما نحن نكون نعكس صوره حسنه عن وطننا وعن مجتمعنا وعن عاداتنا وتقاليدنا. عموما اكيد راح نكمل، جهزوا انفسكم مشاهدينا المواجهه مع عزازي وحمد بعد الفاصل. هذا سوكي 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 معايا وش بتشرب ولا وشو؟ عزازي خلينا نجاوب كذا ايش رايك؟ طب لحظه عزازي عزازي خلينا نجاوب كذا ها؟ احنا خايفين يلا طب عادي اقدم الفقره يعني ما تخلينا بدون الفقره نمشي؟ لا 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 اكيد بقدم فقره لازم بس عشان سوكي سوكي خايفين اوكي على بال ما تخافون مشاهدينا عزازي. فقره المواجهه مع عزازي وحمد هل انتم مستعدين؟ مستعدين بس يعني شو صعب نشرد نشرد؟ لا ما انتم مشاردين ان شاء الله يس ايش بيسالونا يعني؟ الاسئله واضحه يلا. صح صح توكل على الله بسم الله. طبعا الفقره هذه خلوني اشرح لكم اياها حمد وعزازي مجموعه شفناها. اسئله وش اللي شفتوها؟ شفنا المواجهه تابعناكم قبل لا نجي حلو إيه. مجموعه اسئله واحتاج منكم الشفافيه والصراحه وسرعه الرد، يعني ما تقدرون تفكرون في جوابكم، لازم في خلال ثانيه ونص تردون علي. بما انك حمد الاكبر راح ابدا معك. فمستعد؟ مستعد بسم الله يلا. السؤال الاول، البعض يقول انه انت استغليت طفوله عزازي وخصوصا انه انت المتحكم في ظهوره. طب انا اقول لك شيء، احنا الحمد لله ما في هذا، ليش يقولوا استغلال؟ ليش ما يقولوا ما شاء الله هذا رزق انكتب للاثنين دولي ما شاء الله تبارك الله؟ وين الاستغلال في الموضوع ما دام انا وعزازي ما شاء الله تبارك الله كل ريال يدخل ينقسم بين النص على طول ما شاء الله، وبنفس الوقت الحمد لله يعني انا وعزازي فينا طبع ما نهتم للماده، يعني الحمد لله جيبي جيب عزازي حقيقي حرفيا، الناس هذه ما تعرف هذا الشيء بس الفلوس تغير النفوس، فلوس 24 ساعه مع عزازي هو اللي استغلني استغلني ولا اكيد فهذا يعني نستغل بعض يعني عادي. عزازي كم سعر الاعلان عندكم؟ لا تناظر لا تناظر سعر الاعلان كم سعر اعلانكم؟ كم؟ 10 ريال حمد 10 ريال حمد سؤال موجه لعزازي تفضل موجه للناس تفضل كم سعر الاعلان؟ 10 10 ريال 10 ريال لا احنا نبغى جواب حقيقي كم سعر الاعلان؟ اقول ليش ما تقول؟ ليش ما تقول؟ مو لازم يقول؟ حمد طب ما يبغى يقول طب انت اسمك عزازي يعني يقدر هو يقول لك مثلا كم راتبك؟ لا بس انا اللي قاعد انا اللي قاعد اسال الاسئله خلاص انا اسف عزازي كم اعلاننا؟ ما يتعدى 40 ريال 40000 لا يعني كم 50 ريال 50000 اقول لك شيء 50000 لا لا اقول لك شيء 50000 بس اقول لك شيء 50000 اي بس اقول لك شيء انتم متابعينكم يعني ما شاء الله تعديتوا 8 مليون لا قوه الا بالله والله يزيدكم بس اعلانكم فوق ال 50 فوق ال 50 ما شاء الله وسيارتك اكورد حرام عليك يا اخي اتق الله اكورد معي غير من راسه ما عندي سياره لكن بقول لك شيء امانه عادي ممكن طيب. اوضح تفضل ترى اقسم بالله شوف انا بحلف واحنا في شهر الخير إيه؟ ترى في اعلانات احنا ناخذ عليها مقابل نعم لكن اقسم بالله في اعلانات حرفيا ما ناخذ عليها ولا ريال نعم. ليش ليش ممكن يجينا الشخص نفسه صاحب المنتج او صاحب المحل نعم منهار مام طايح رزقه مو قادر يعني عارفه فيقول لي حمد تكفى انا ما اقدر فوالله بعض الاحيان انا وعزازي الحمد لله هذه يعني من اول ما طلعنا ان نسوي اعلانات بعض الاحيان فري ايه؟ فالحمد لله الله يرزقنا ويرزقهم يا رب الحمد لله صح صحيح حمد
المحتوى اللي قدمتوه خصوصا في طفولة عزازي، هل قد قدمت شيء وزعلوا منك أهل عزازي أو أبوه أو أمه؟ لا الحمد لله دائما إحنا حريصين، يعني أنا في السناب بيتابعوني أهلي وأهل عزازي وأهل عيال حارتي. نعم. وأهل الناس القريبة مني، فدائما الحمد لله حريصين في محتوانا، ما نقدم شيء يعني يكون الناس يعني يعصب الناس أو ينرفز. ودائما إحنا الحمد لله يعني من ما طلعنا لحد الآن ما شاء الله ما نبحث عن أرقام إنه كم مشاهداتي كم ترندي، فالحمد لله وصلنا لأرقام عالية بدون شو وبدون أي شيء يعني الحمد لله. الحمد لله هذا من طيب نيتكم. عزازي السؤال لك، السؤال لك يا عزازي، لك أنت بحالك من غير مشاركة. عزازي عليك. هل عزازي إضافة لحمد ولا حمد إضافة لعزازي؟ ما حيعرف بالإضافة بورقة اللي يعرف، ما حيعرف حيعرف يعني إحنا وياك مكملين لبعض ولا لازم أترجم له؟ والله لازم أترجم. يا جماعة ما عجبتني. خلاص يلا ها خلاص معلش ها. ترى ضيف يعني إحنا نكمل بعض ولا إيش؟ نكمل بعض. أكيد. ما يعرف ترى صغير طفل 12 سنة. لا لا لا. والله ما يعرف. بسم الله على قلبه والله العظيم. والله 12 سنة خمسة ابتدائي. طيب خمسة ابتدائي بسم الله على قلبه الحين اللي خمسة ابتدائي. طيب خلاص أنا آسف. يعرفون شيء ما نعرفه إحنا. ضيفين بعض. طيب. ضيعتوني الله يسامحكم يا اسعد مواجهه شيء انحشرت فيه بس غمزني ما عليك طيب مستعد حمد؟ مستعد ترى لازم اكون سيريس لا تضحك طيب خلاص انا اسف عزازي اضافه لحمد ومن غير عزازي انت ما حتقدم محتوى اقول لك شيء انا وعزازي مكملين لبعض الحمد لله لا انا ولا عزازي نقدر نكمل حالنا يعني ما انا ما اقدر اخذ طريق لحالي وعزازي ما يقدر اخذ طريق لحاله يعني انت تقول لو عزازي فتح سناب ما يقدر ينجح بدونك كلنا مكملين لبعض انه في كاركتر انا لما عزازي يعمل حاجه ممكن انا ارمي افيه عزازي يرمي افيه علي نقعد نضحك مع بعض مكملين لبعض بس انت المتحكم لا بالعكس حتى هو ترى شاطر بس هو اللي يغرق ترى الحين مستحي توك تقول تو صغير يعني عشان والله رجع طيب يعني صغير بس يعني يفهم يعني ما شاء الله يعني طيب انا قلت لك كاركتر قلت لا صفحة وانا قلت لك انا مستحي اي هو مستحي ليه مستحي طيب هو والله يعني حرفيا يعني لما يعني هو يستحي لما يشوف فيميل مثلا فيميل ايش يعني فيميل يعني بنات لما يشوف قدام بنات ايش يعني فيميل يعني لما يشوف بنات قدامه يستحي يعني صح عزازي انت تستحي بالبنات يحترمهم مو يستحي طيب بس هو صغير يعني يحترمهم يستحي فعشان كذا مستحي متوتر يعني طيب والله ايش فيك مستحي إلى الآن المواجهة ما جاوب ولا جواب عزازي أنت ما جاوبت ولا جواب شخصيتك اليوم ما ناسبتني لا أنت مختلف أنت ما أنت بعزازي اللي نعرفه طيب حفظي عزازي هل فعلا يوم بديت تكبر الناس صاروا يستثقلون دمك ما حيفهم السؤال مو فهمة أنت ليش أنا أعرف حدا يلا تفضل يعني, يعني صار الناس يشوفون صاروا يشوفونك تقل دم مو زي يوم كنت صغير كنت عفوي يعني الحين كل الوضع تمثيل مو تمثيل الحمد لله ترى احنا زي ما احنا حمد ما سالتك حمد والله العظيم عزازي ها عزازي رد جاوب خليك ذيب تفضل صح ولا لا في ناس يقولون كذا يوم كبرت صرت دمك ثقيل مو زي اول مو دمك ثقيل ها دمك خفيف دم خفيف هذا الثقيل هو اوكي حمد اللي دمه ثقيل اوكي طيب محتواكم من اللي يكتبه مو محتوانا من يكتبه احنا حرفيا في لقطات احنا ناخذها عفويه يعني في وفي اشياء يعني في طبيعي انا مسرح لازم اقدم شيء يعني يكون مسرح للناس يعني ففي حاجات اغلبها يعني عفويه الحمد لله يعني بضحك كوميديا انا قد نطقطق نتونس لكن ما نكتب انه اكتب قصه عشان اصورها بكره لا والله لا بس ما تقعدون في اجتماع وتقولون انا بسوي كذا بسوي لا والله والله على طول حرفيا اوكي اخر سؤال لك حمد وش خسرتك الشهره؟ طب انا بعدين حجاوب بس بعدين حتفهم مع ريم ان شاء الله عارفه؟ كثير ايش؟ يعني شوفي أقول لك شيء تنصدمين أنا أول مرة أتكلم فيه. تفضل. ترى أنا المفروض يعني 2021 كنت المفروض أوقف السوشيال ميديا حرفياً. كيف صدق؟ يعني بعد وفاة الوالدة الله يرحمها يا رب. الله يرحمها. خلاص صرت إنسان كأني عارفة يعني شخص تعودت عليه كل يوم تشوفه لما تصور سنابات أو تسافر يكتب لك ويضحك وعارف ففجأة اختفى صرت كل يوم أزور السناب أشوف
والله صرت فقلت العزازي ما اقدر، قال لي لا نكمل، فالحمد لله يعني كملنا، لكن خسرتنا حاجات كثيره والله، يعني كثيره يعني. زي ايش؟ كثيره والله. غير وفاد اني اطلع مع العيال، اروح انبسط مع الشباب، اروح انبسط مع الشباب، اطلع انا عارف ايش تبغى بس ما عجبك. محمد جاهز ها؟ محمد وعزازي انتهت المواجهه، وانا اشكركم على يعني عدم صراحتكم، انتم ابدا ما صريحين. وش صرحنا؟ ما كنتوا صريحين والله. كنا صريحين ولا لا؟ اي والله كنا صريحين. شايفين هذه صراحه؟ كنا صريحين ولا لا؟ اي والله والله صريحين. حطت الرجل لعزازي هذه انا لا كنا تفضل عادي خذ راحتك اكيد بس يعني. كنا صريحين ولا لا؟ اي صح صريحين صريحين. انت شايف هذه صراحه؟ والله ريم صريح يعني مها صريحين مها. خلينا نطلع فاصل عشان نتفاهم معاكم مشاهدينا، فاصل قصير. اثنين مليار مشاهدة على الفيسبوك، 89 مليون مشاهدة على أحد الفيديوهات في إنستغرام، وسبعة مليون مشارك متابعونكم في 8 مليون في على السناب. حمد بكل صراحة أنت اليوم كشهير ومشهور في هذا المجال، ومعك طبعاً عزازي سعوديين وبتمثلوا الوطن، إيش الأشياء الأساسية اللي أنتوا تحرصوا أنكم تنقلوها عن المملكة، وكيف بتستغلوا هذه الشهرة؟ الحمد لله يعني احنا سنابنا الحمد لله يعني من يعني سنابنا دائما نتكلم فيه عن حاجات تخص وطننا الغالي، انجازات ايه كثير كثير من الانجازات ما شاء الله تبارك الله، الانجازات اللي جالسين نشوفها ما شاء الله زي البوليفارد الجديد ما شاء الله، زي العلا ما شاء الله تبارك الله، والتطور اللي قاعدين نصوره دائما الحمد لله نكون حريصين ان ننقله في سناباتنا. ليش؟ لانه احنا يعني سمو سيد الله يحفظه يا رب ويطول في عمره ولي العهد دائما حريصين ان احنا نجذب السياح ونجذب السياحه ونوري الناس انه بلدنا قديش ما شاء الله تطورت وصارت جميله ما شاء الله، هي جميله من اول الحمد لله، فالحين صارت اجمل ما شاء الله تبارك الله. وماذا عن الاعمال التطوعيه والخيريه ومساعده الناس وهذه الحاجه؟ الحمد لله دائما الحمد لله. شوفي في اعمال خيريه للامانه، انا شوفي في اعمال خيريه للامانه في الخفا نحب نسويها انا وعزازي صراحه، ما نحب نظهرها للناس لان هذا شيء بيني وبين ربي، وفي حاجات احنا ممكن نطلعها للعنن نحفز الناس انه مثلا زي الاطفال اللي يتابعونا نفس الناس يتابعون انه ترى يعني شيء جميل حلو انه تقدم خير للناس، فالحمد لله يا رب. عزازي مش بتتسحر؟ لا وين؟ لا ما ادري. لا ما ادري. انت قبل شوي وش قايل لنا؟ قلت لنا انت برست، وش اللي غير رايك؟ ما قلت برست. لا انا بتبرست. هو قال هذا اكله جيزانيه. ايش هي؟ مرسى. مرسى مرسى تيجي بمرسى ما شاء الله ريم. أعرف بعض الكلمات الجيزانية، قول لنا كلمات جيزانية. قول أفضل. قول عادي. كيف حالك الجيزاني؟ مستحيل. عادي قولها عادي قول حالك. كيف حالك مستحيل. من جني. جني لا. إيش إيش؟ هذه كلمة جني يعني عندهم يعني زي مثلا يعني إذا عصب بشخص يقول جني يعني إيه كذا يعني. اصبر لا لا عزازي احنا مهم انا ابغى يفك ابغى يكون مبسوط في اللقاء. مهم كمان انه عشان بيتابعوك ما شاء الله اطفال كثير من كل العالم ويمكن العالم العربي تحديدا، ايش الرساله اللي تحب تقول لهم هو هي؟ ايش تحب تنصحهم في الشهر الفضيل؟ ايش تحب تقول لهم؟ رساله منك لهم. الاطفال ايش تحب تقول لهم؟ شدوا حيلكم في المدرسه زي ما قلنا. شدوا حيلكم في المدرسه، امشي الصلاه. حلو ما شاء الله. واعمال الخير. ايوه. ولا تتنمروا على الناس. وخليكم لطيفين مع بعض. هذه نصيحتي يعني ما ادري. هذه نصيحتك انت وما قال نصيحه. قول اتكلم. اتكلم خذ راحتك. ليش مستحي؟ انا ما اعرف هو احس انه مذيع. قد كذا مسيطر علي يا حبايبي. والله هو مستحي اقسم بالامانه اتكلم. خذ راحتك ها. والله مستحي ترى. وانت قبل شوي تقول انك انت محفظه ومدرسه. شفت كيف؟ على المواجهه. على المواجهه ايوه اكيد المواجهه قويه. حمد وعزازي استمتعنا معاكم وشكرا لكم. خلصت الحلقه؟ خلصت للاسف. حرام عليك خلصت الحلقه واحنا ما انبسطنا كذا. ايش ايش لسه السحور هنا هنا ولا ايه؟ مفطح فين مفطح فين مفطح مفطح هنا ولا موجود اكيد. استمتعنا معاكم شكرا لكم مره انبسطنا صراحه. شكرا شكرا لكم، وكان لقاء جدا جميل صراحه، وسعيدين ان احنا طلعنا هذا اللقاء صراحه. شكرا لكم مشاهدينا، وبكذا وصلنا لختام حلقتنا، نشوفكم بكره بنفس الموعد وسواليف جديده في امان الله.